الله حتى تهني
ما بين دول العالم نعد من أكثر الدول اللي عندهم المهرجانات، وهذا طبعا للغنى الثقافي اللي عندنا في المغرب والألوان المتنوعة ديال الثقافات الموجودة في المغرب. هذه ثاني مرة كنشارك حياتي في شي مهرجان. أول مهرجان كان هو مهرجان الفن الشعبي بمدينة مراكش، اللي هو يعتبر الأب ديال المهرجانات في المغرب. طبيعة الحال ندرت الشرف أنني شاركت فيه، لكن الهدية أكبر هدية، يعني كنشكر سي بوانو رئيس الجامعة، وكنشكر الإخوان كاملين اللي حضروه والناس المسؤولين اللي حضروه، وبطبيعة الحال كنشكر الجمهور اللي كبر بيا وجار وحضر. هذا مهرجان الحب، وأنا شاركت بكل حب وبكل صدق، وجيت لمدينة مكناس من حبي في مدينة مكناس، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يكتب لي ونجي نغني لكم، سواء كان شي مهرجان أو ما كانش، غنجي نغني لكم غنغني إن شاء الله. كنشكر سي بانو اللي تحت هذه الفرصة، وحنا جميع غادي نعملوا واحد الفا ماجور، وغادي نقولوا الله يجازيكم بخير. اللهم اني قبلت منك. السلام عليكم.